Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. السلام عليكم حباباتي، مرحبا بكم في مطبخ ام بهاء. اليوم رانا حين نحضروا مع بعض وصفه تاع بغيوش يوالم بزاف شريبه تاع رمضان. لهذا البغيوش نحتاج هنايا 3 كؤوس تاع فارينه. انا راني كيلت بالكاس تاع الاتاي، هذا الكاس يدي 100 ملي، راني حنقيس به كامل المقادير. عندنا هنايا كاس تاع الماء دافي، كاس تاع الحليب الدافي، الزيت هنايا ما ديريش الكاس كومبلي، نقصي منه غير الصبع، مغرف كبيره تاع الخل، مغرف كبيره تاع الخماره تاع الخبز، عندنا اربع مغرفات كبار تاع السكر، عندنا خميره الحلوه مغرف صغيره تاع قهوه، عندنا لافاني باش نكهو بها البغيوش تاعنا. نبداو على بركه الله. هي في ريسيبيون الخطوه الاولى اللي راح نبداو بها، رانا راح نديروا الخماره باش نطلعوها تخمر لنا التخمير الاول، هذا هو اللي راح يساعد البغيوش تاعنا باش يجيك خفيف ويجيك طري وشباب. عندنا هنايا المغرف تاع الخماره تاع الخبز، ندير معاها هنايا الكاس تاع الماء الكاس الدافي، نزيد معاها الربع مغرفات تاع السكر هكذا. هيا فوي نخلطوا هذو المقادير هكا مع بعض، نخلطوا السكر والخماره مع بعض، قسمه يتجانسوا شويه، نغطوهم ونخلوهم يختمروا معنا حتى يديروا لنا فقاعات. انا هكا دوكا نغطيها ببلاستيك اليمونتير ونخليها تتخمر، ومن بعد نعاودوا نشوفوها كيفاش نكملوا باقي المقادير. نغطيها هنايا، نحطوها هكا بلاستيك. هذيك الخليط تاعنا بعد ما خليته يريح، دوكا نقلعوا عليه هنايا الساشي. تسيبيك شغل ديك الطبقه تاع الخماره دارت لك شغل انكوش، ويبقى لك داك السكر يذوب يولي لك كيما سير رومي لتحت. دوكا تشوفيه معايا هنايا، دوكا نبداو نزيدو عليه المكونات اللي بقات. شوفي هنايا الخماره تطلع لك ها، ويبقى لك السكر يذوب لتحت. دوكا نزيدو عليه المغرف الكبيره تاع الخل، ونزيدو عليه مغرفه تاع قهوه لافاني، ونزيدو له مغرفه تاع خماره تاع الحلويات، ونفرغ عليه الحليب الدافي، ونزيدو نفرغ عليه الكاس تاع الزيت اللي ناقص منه قص صبع هكذايا. نحركو كامل هادو مع بعض، تندخلوهم خلطنا كامل المكونات تاعنا مع بعض. تقدري تستعملي هنايا فوي هاي ليك، خلطيهم هكا، حرحريهم مليح، ومن بعد نبداو نزيدو في الفرينه. بعد ما دخلت المكونات تاعي كامل مليح، انا نستعمل هنا الفوي باش تساعدني، باسكو رانا راحين نديرو دوكا الفرينه. نبداو نفرغوا الكاس الاول مع بعض ونحركو هايليك، فرغي كامل الكاس تاعك، نفرغو الكاس الاول، حركو شويه حتى تدخل لنا، نزيدو الكاس دوزيام هايليك، نزيدو نخلطو، نلمو هنا كامل بالفرينه. دوكا راني نزيد الكاس الثالث، نلمو بالفرينه، وراني حنقول لكم العبر اكزاكت شحال دات لي فرينه. نلموه كامل هاي ليك العجينه تاعنا. بعد ما لميناها بالفرينه، انا دات لي قيس 4 كيسان وشوي، تجيك هكا جاريه. انا ندهنتها هنايا بقيس مغرف كبيره تاع الزيت، ودوكا نغطيها بصاشي ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها، ونزيدو نكملوها مع بعض. نخلوها ترتاح، قد ما تخليها تريح قد ما يجيك البغيوش تاعك طري. خليها من نص ساعه حتى لساعه، ما تخافيش ديريها بكري وخليها تريح. نخلوها تريح ومن بعد نشوفوها مع بعض. نحط العجينه تاعنا هنايا، دوكا نلوها هكذايا، ندخلوها نلوها على شكل حربوش، نزيد لها الفرينه منا باش ما تلصقليش، نديروها شكل حربوش. نقطعها هنايا، انا نقطعها على زوج باش ندير زوج خبيزات هاي ليك،
خلو هذه هنا يتريح ونفتح معاكم هذه. انا راح نفتحوها بالطول. نجيب الحلال نفتحوه هنايا بالطول هكذايا، نفتحيها شويه رقيقه باش نقدر نلوها. هاي ليك ندني هذه. بعد ما حلينا العجينه تاعنا على شكل مستطيل، هنايا انا عندي كاس تاع ماء بالبانسو، راني حنشمخ لهنايا من الداخل شويه، ماشي تشم فيها بزاف. هذا الماء راح يعاونها باش تتنفخ لنا العجينه تاعنا وتجينا طريه من تحت من الداخل، ما تجيناش متكوكه وفيها البابه. هاي ليك دوكا رولوها هكذا مع بعض، رولوها لهنايا، رولي وعبزي هكذايا. هاي ليك هاي ليك دوكا هنايا رجعها انا هنايا، هذه تاع لتحت هذه نعاودو نقفلوها هكا بصبعتينا. هاي ليك قفليها هكذايا باش ما تفتحلكش. هاي ليك ليها مليح هنايا، بعد هذه الجهه اللي قفلناها عبزي عليها ونرجعوها من التحت باش كي تنفخ لنا البريوش تاعنا ما تفتحلناش في الـ في الـ في البلاوي. جينا هابط شويه. هاي ليك بوكا نقلبها هكذا ونعاودو نسووه شويه من هنايا. حب ديرو خشين ديرو، اللي حب ديرو رقيق. هو اصلا دوكا كيزيد يريح شويه راح يتنفخ لنا. ها هو ليك دوكا انا نديرو في البلاطون اللي يدخل للفور، نزيد نكمل الحبه دوزيام وندير لهم البيض، حبه بيض كامله ندير معاها قطره تاع حليب، نبانسيلو الوجه تاعو من الفوق باش كي يدخل لنا للفور يعطينا تحميره شابه. نكمل الحبه الزوجه ونشوفوها مع بعض. هاي ليك البريوش تاعنا بعد ما ضاعف الحجم تاعو، انا هنايا راني زينتو بالموس هكايا، قطعته هكا وانتيا تزين وقعد لك اختياري. هنايا كملاحظه بالنسبه للناس اللي تعاني من داء السكري، ينجموا ينقصوا من الكميه تاع السكر، ما يديروش ربع مغارف تاع السكر، يديروا قيس مغرف ونص ولا مغرف كبيره جيست باش تتفاعل لنا الخماره تاعنا. هكذا يقدروا كاع الناس يسيوه. انا يا دوكا راني شاعل الفور تاعي، راني عندي 5 دقائق مني شعلته، ندخلوا البريوش تاعنا للفور على درجه حراره 180 بالنسبه للناس اللي عندهم الفور تاع تريسيتي، واللي عنده فور تاع الغاز نقصيلو وخليه يطيب حتى تشوفيه احمر لك من تحت وضعف الحجم تاعو، اشعليلو يحمر لك من الفوق. بكا انا ندخلو للفور ومن بعد نشوفوه في الطبق النهائي. هاي لك البريوش تاعي راني غير كيما خرجته من الفور، راه سخون يبرد شويه ونقسمو معاكم وتشوفوه. ها راه طري. هاي ليك تعبزي عليه يعاود يرجع معاك، نخليه يبرد ومن بعد نشوفوه مع بعض في صحن التقديم. هاي ليك البريوش تاعنا نهار اليوم راه واجد. انا هنايا خليته هكا، اللي تحب تزينو هنا بلاجولي تزينو، انا راني حرافق مع الشربه. هاي ليك كيما راكم تشوفوا فيه او احمر وشباب مام جاي طري ما شاء الله. هاي ليك تعبزي عليه ويرجع وحده مام. هاي ليك نقسم معاكم حبه هنايا، هاي ليك يتفتت حمر. هاي ليك ما شاء الله خفيف هشيش يجي مع الشربه روعه. واش نقول لكم حبيباتي، ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتسيوها، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.